لو الحياة مسرح، مسرحية علاء مرسي اسمها أيام الضحك والدموع ولا ليها اسم تاني؟ اسمها أيام الحلم والضحك والدموع، لأن هو الحلم هو الأصل، والضحك الضحك كان قدام الناس كتير، إنما الدموع هي اللي معايا كتير أكتر. الدموع داخلي هي الأساس، أما الضحك كان للناس أكتر. كان قناع؟ قناع داري بيه الدموع. طبعا داري بيه الدموع، لأنه أعتقد إن كل حد كان عنده حلم أن يبقى حاجة في المهنة دي، في المسرح تحديد أو في الفن، عانى بالدموع لو كان حلمه صادق وحاول، لأنه لن يرضى عن سقف لتحقيق الحلم. هو طول الوقت عايز، فطول الوقت بيحبط، طول الوقت بيكافح، طول الوقت بينجح، طول الوقت بيفشل. حتى لما بينجح بيبكي. حتى لما بينجح والناس بتسقف له، الدموع هي اللي بتعبر. فرحة النجاح بتبقى دموع. دموع هي دموع هي دموع هي الدموع هي المشاعر الحقيقية على فكرة.